تشرفنا اليوم في زيارة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في زيارة رسمية للاطلاع على واقع الأمانة العامة للعتبة ومشاريعها وخدماتها المقدمة للزائرين، وهي إحدى مهام ديوان الوقف الشيعي في دعم وإسناد أركانه الأساسية التي يستند إليها، وهي العتبات المقدسة والمزارات الشريفة. وحقيقة نحن نعلم علم اليقين أن العتبة العباسية المقدسة هي من العتبات المتميزة في تقديم خدماتها للزائرين من خلال مشاريعها ذات النفع العام والتي تصب في خدمة الزائرين وفي خدمة المواطن بصورة عامة. أيضا أشير إلى أن الدور واضح لسماحة السيد أحمد الصافي المتولي لشهر العتبة المقدسة وكذلك السيد الأمين العام في دعم هذه الخدمات والإشراف عليها عن قرب، وكذلك من خلال قرارات مجلس الإدارة الموقر في العتبة العباسية المقدسة، وكذلك الجهود المباركة التي يؤديها خدم العتبة المقدسة باعتبارهم عائلة واحدة ويعملون كخلية نحل في خدمة الزائرين. زار العتبة العباسية المقدسة هذا اليوم سماحة رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري، وكانت الزيارة لأغراض تواصل ما بين إدارة الوقف الشيعي وإدارة العتبات المقدسة في مدينة كربلاء. أدوا مراسيم الزيارة المقدسة، خلال اللقاءات تم التشاور في مسائل إدارة العتبات وتقديم يعني بعض الإسناد من قبل ديوان الوقف الشيعي لمشاريع العتبات المقدسة التي هي الآن حقيقة مشاريع كبيرة وتؤدي خدمة كبيرة للزائر الكريم وكذلك للمجتمع. تم اختيار الخطوط الخطوط القرآنية اللي هي أول وحدة حب آل البيت بلا شك، ولاء العتبة العباسية هو اللي انطاهم هذا الحب وهذا التعلم السريع لهذا العمل.